يا نبيل اسمع، انا اتكلمت معاه والواد خلاص على تكه. هو انت مش سامع انا بقول ايه؟ العمليه خلاص اتلغت، انت ونادين هترجعوا النهارده. يعني ايه اتلغت؟ وازاي تلغي العمليه من غير ما نتناقش حتى في قرار زي ده؟ صفوان عارف شكلك واكيد بيدور عليك، وانت وهو قاعدين في نفس البلد. انت مش شايف ان ده خطر يخلينا نلغي العمليه؟ انا رايي من راي نبيل، احنا ممكن نلغي العمليه بشكل مؤقت. صفوان عارف شكلك دلوقتي وبيدور عليك وانت جنبه، وكده ممكن تبقوا انتوا في خطر انتوا علاء. يا خالد انا شكلي في العمليه مختلف تماما عن شكلي دلوقتي، بعدين حتى لو معاه صوره اكيد مش واضحه. جرايه نبيل، وانا اول مره اخش مكان فيه كاميرات ولا ايه؟ انا كنت واخد بالي كويس، بعدين هيعرف منين انا هنا اصلا؟ ولو عارف انا ما اقدرش اغامر بحاجه زي كده. طب معلش اديني اخر محاوله وخليني اقابل علاء اخر مره. بلاش نخاطر يا عمر. هو ما ينفعش انا اللي اقابله؟ تقابليه ازاي يعني؟ هو ما عرفكيش اصلا. لا 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 لا، كده علاء هيبقى قابل ناس كتير في فتره قليله، وده هيزود شكه اكتر. ما انا ممكن اقول له ان انا الاسيستنت بتاعتك واكمل يعني معاه شويه لحد ما نشوف احنا عايزين نعمل ايه. مش ده احسن بدل ما نرمي يعني كل اللي احنا عملناه؟ احنا مش هنغامر، هي ساعه واحده تكونوا جاهزين عشان ترجعوا. احنا كده كده جاهزين نخلي في اي وقت، بس هو بصراحه الموضوع يستاهل. اسمع نبيل بالراحه كده، ما ينفعش نيجي لحد هنا ونتواصل معاه بعدين نلغي. ادينا اخر فرصه، انا هنفذ الخطه البديله. خالد انت عندك علم بالخطه البديله دي؟ عارف. وموافق عليها؟ هي خطر صحيح، بس ممكن تجيب نتيجه. ماشي موافق، بس مش شرط واحد بس. موافق على اي حاجه. ما تخرجش بره السيف هاوس نهائي. ماشي مش هخرج. تمام يا عمر، ابدأ على طول.